السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نافذة اللغة العربية رياض الأطفال المستوى الثاني الفصل الدراسي الأول. إزايكم يا أصدقائي؟ أنا خوخة ومعايا صديقي فلفل. إزايك يا فلفل، عامل إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه يا خوخة؟ وحشتيني كتير. الحمد لله. مستعدة عشان تذاكر معايا النهاردة؟ أنا مستعد يا خوخة، وإنتي مستعدة معايا؟ أيوة أنا كمان مذاكرة. النهاردة يا أصدقائي هناخده حرف الراء، بس قبل ما ياخد حرف الراء عندنا سؤال مراجعة هحله أنا وفلفل، وأشوف أصدقائي بقى هيعرفوا يحلوا معايا ولا لأ. سؤالي بيقول اكتب الكلمة وعطيني مجموعة صور: نجوم، فيل، أسد، مقص، لحم. يا ترى كلمة نجوم بتتكتب إزاي؟ سهلة خالص، هي مكونة من 4 حروف. تعالوا نشوفوا صديقنا فلفل. هكتب أول حرف معايا نو، حرف النون عليه ضمة، جو، جوم مد، جيم مد واو، نجوم، م، حرف الميم، نون ضمة، جيم مد واو، ميم، نجوم. تاني كلمة عندي كلمة فيل، ف كسرة في فيل، مد ياء لام فيل. وبعد كده دي صورة أسد، هكتب معاكم كلمة أسد، دي كلمة سهلة خالص، ايه ألف عليها فتحة، أس حرف السين، أسد د د حرف الدال، ألف سين دال أسد. تعالوا معايا كمان يا أصدقائي الصورة اللي قدامنا، لحم، لام حاء ميم لحم، وكمان آخر كلمة عندي كلمة مقص. يلا نشوفوا فلفل هيقولنا بتتكتب إزاي. يلا بينا نكتب كلمة مقص مع بعض: مي، ميم تحتيها كسرة، ق حرف القاف، مقص حرف الصاد، ميم قاف صاد مقص. ويلا بينا نراجع نقول مع بعض الحرف الجديد واحكي لكم القصه بتاعته. فقصه حرف الراء، يلا بينا نشوف قصتنا. كان في مسابقه بين حرف الراء، يبقى اليوم سباق حرف الراء. وقف رامي ورامز وروان وراوية ورنا ورباب. صفر المدرب فرقد الجميع. طبعا كان في مجموعه من الاصدقاء، الاصدقاء دولت اساميهم ايه؟ رامي ورامز وروان وراوية ورنا ورباب، كانوا ايه الاصدقاء دولت مجموعين مع بعض. المدرب اللي بيدربهم صفر عشان يبدأ الايه السباق. فرقد الجميع، كلهم قعدوا يجروا يجروا يجروا، يا ترى بقى مين اللي فاز؟ فاز رامي ورباب. كم واحد فاز معانا؟ 2 رامي ورباب. والباقيين هيعملوا ايه بقى؟ هيزعلوا اللي يبقوا فرحانين؟ طبعا هيفرحوا، لازم يبقى عندنا روح رياضية، نسقف للي كسب ونهنيه بالفوز بتاعه. صفق الجميع للفائزين، فائزين اللي هم مين بقى؟ رامي ورباب بميدالية حرف الراء، واخدوا الميدالية اللي مكتوب عليها حرف الايه؟ الراء. يلا بينا بقى نشوف خوخة صاحبتنا هتقول لنا ايه الحروف الكلمات اللي كان فيها حرف الراء معايا. رامي، رامز، روان، راوية، رنا، رباب، المدرب، فرقدة. بكده يا اصدقائي يبقى احنا عرفنا الحروف حرف الراء والكلمات الدالة عليه. ويلا بينا نشوف بيتكتب ازاي. طريقة كتابة حرف الراء، حرف الراء طبعا بعمل سنة مايلة فوق الحرف بالمنظر ده، وبعدين بنزل ازحلقها تحت الحرف، وبعدين بمشي بيها خط ايه؟ تحت السطر، وبمشي بيها خط مستقيم. يبقى بعمل ايه؟ سنة مايلة فوق السطر، وبعدين بنزل ازحلقها بخط مايل، وبعدين بمشي بخط ايه؟ مستقيم. راء راء راء. وعارفين طبعا ان الراء ده من الحروف الايه؟ النافره. يلا بينا مع بعض نراجع الحروف النافره مع بعض: الالف، الدال، الذال، الراء، الزاي، الواو. لاحظ وتعلم الحروف النافره. طبعا يا اصدقائي احنا عارفين ان حرف الراء من الحروف النافره، بس انا هراجعهم معاكم الاول: الف، دال، ذال، راء، زاي، واو. الحروف النافره بمسك في اللي قبلي، ممسكش في اللي بعدي، واحيانا واقفة لوحدي وعندي حرف الراء من الحروف النافرة. اشكال حرف الراء: اول الكلمة ووسط الكلمة واخر الكلمة. اول الكلمة حرف الراء واقف لوحده، وسط الكلمة مادد ايده يمسك حرف، يا اما واقف لوحده برضو يا سنة تانية. واقف لوحده ليه؟ عشان قبليه حرف نافر. واخر الكلمه تعالوا نشوفوا صديقنا خوخ هيقول لنا ايه. برضو بيكون مادد ايده للي قبله لو قبليه حرف من الحروف اللي بتمسك في الحرف اللي بعديها،
او هيبقى واقف لوحده بالمنظر ده لو قبليه حرف من الحروف النافرة زي كلمة موزان، زي حرف الواو مش بيمسك، يبقى هنا زي ما مسكتش فيها. طب وحرف الراء اهوت لو قبليه برضو حرف ايه بنافر من الحروف النافرة، الالف والدال والزال والراء والزاي والواو، طبعا ما بيمسكش ايه فيها. ناخد مع بعض دلوقتي اصوات حرف الراء. انا عندي اربع فصول سنة، فصل الصيف، فصل الخريف، وفصل الربيع، وفصل الشتاء. يلا بينا نشوف مع بعض صديقتنا خوخة هتحكي لنا قصة الفصول. حرف الراء هيروح يتفسح مع فصل ايه؟ مع فصل الصيف، وكان لابس فوق راسه قبعة. القبعة ديت اسمها ايه؟ فتحة. طب هو كان لابسها ليه؟ لابسها عشان فصل الصيف الشمس شديدة الحرارة، شرطة مايلة فوق الحرف هتبقى اسمها ايه؟ فتحة. اسمها ايه؟ فتحة. طب الحرف هينطق ايه؟ را. را. الحرف هينطق را. بسرعة بسرعة قال انا هروح اتفسح في فصل الصيف، فصل الشتاء. هو بيتفسح في فصل الشتاء كان بيتزلج على الزلاج، وهو بيتزلج الحرف القبعة وقعت تحت الحرف، ده اللي حصل وهو ايه بيتفسح. شرطة مايلة تحت الحرف، يا ترى اسمها ايه؟ اسمها كسرة. تحت حرف الراء بس، تحت اي حرف اسمها كسرة. ري. فصل الصيف را، فصل الشتاء ري. وبعد كده راح يتفسح مع فصل الخريف. فصل الخريف احنا عارفين بيبقى ايه؟ في هواء، وطبعا اخد الطائرة بتاعته عشان يطيرها وقلد صوت الهواء. يلا مع بعض هيكتب ايه؟ ضمه كده فوق الحرف، دائرة، ونزل منها دي صغنن كده بالمنظر ده، هتخلينا نضم بقنا ونقلد صوت الهواء وهنقول ايه؟ رو. رو. وبعد فصل الخريف هيذهب الى فصل الربيع بقى بالسكون والهدوء والجمال، ويتمتع في جمال الجو الجميل والطبيعة الجميلة، وهنحط دائرة صغننة كده فوق الحرف اسمها ايه دي؟ سكون. حرف الساكن هيتقرا لوحده؟ لا طبعا، لازم يجي حرف قبله عشان يتقرا، فهنقرا ايه؟ ار. ار. يلا بينا نراجع الاصوات تاني مع بعض. را. ري. رو. ار. را. ري. رو. ار. الحركات القصيرة لحرف الراء. معايا اصدقائي هيعملوا حركات، وكمان صديقنا فلفل هيعمل الحركات والاشارات لايه؟ لحرف الراء والحركات القصيرة. صديقنا لابس تيشيرت اصفر، حرف حاطط ايده فوق رأسه را. صديقنا لابس تيشيرت اخضر، حاطط ايده تحت رأسه ري. صديقنا الثالث ضامم اصابع يده رو. صديقنا الرابع وضع كف ايده ار. را. ري. رو. ار. يلا بينا بقى نشوف اصحاب حرف الراء. يلا نشوف كده الكلمات بقى والصور. رجل. رضيع. رمل. ريشة. رجل. رمان. رمح. ظرف. برج. وعايزين نخلي بالنا يا اصحابنا ان في كلمة رجل ورجل هي نفس الايه؟ الكتابة بالظبط، بس التشكيل مختلف. شايفين مع بعض كلمة رجل؟ الراء هنا عليها ايه؟ فتحة. را. رجل. والجيم طبعا بحط عليها ضمة. طب هنا رجل. رجل. الراء تحتيها كسرة والجيم عليها ايه؟ سكون. رجل. اقرأهم مرة كمان معاكم يا اصدقائي. رجل. رضيع. رمل. ريشة. رجل. رمان. رمح. ظرف. برج. راء فتحة. راء. يلا نشوفوا مين صحابها. رجل. رف. رمل. رضيع. رجل. رف. رمل. رضيع. يلا بينا نشوف اصحاب حرف الراء كسرة ري. راء كسرة ري. يلا بينا نشوف. ريشة. ريشة. رجال. رجال. رجل. رجل. ريشة. رجال. رجل. راء ضمة. رو. رمان. رفوف. رمح. راء ضمة. رو. رمان. راء ضمة. رو. رفوف. راء ضمة. رو. رمح. وبعد كده هناخد راء سكون. ار. والراء سكون بتيجي ايه؟ في وسط الكلمة، ما ينفعش تيجي في اول الكلمة، زي كلمة ايه؟ برج. برج. ظرف.
ظرف أرز أرز برج ظرف أرز أرنب. سورة ايه دي؟ سورة رمل. يلا مع بعض نشوف هنكتب كلمة رمل ازاي. واحنا عارفين برضو يا اصدقائي ان انا في اللغة العربية بكتب على السطر، في حروف بتبقى فوق السطر وفي حروف بتبقى تحت السطر، وبكتب من اليمين الى اليسار. يلا بينا يا اصدقائي. را 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 راء عليها فتحة، رمل م ميم لام، راء ميم لام رمل. كمان مرة معايا، راء ميم لام رمل، راء ميم لام رمل. والراء قصرة، ري ريشة. كلمة ايه دي؟ ريشة. ري الراء تحتها قصرة ومندتها يبقى ده مند بالياء، ريشش حرف الشين، ريشة الهواء اللي بيطلع من بقي، تاء مربوطة، راء مند بالياء شين تاء مربوطة، ريشة ريشة. راء مد بالياء شين تاء مربوطة، ريشة. رمان رمان، رو راء عليها ضمة، رمان مد ميم مد ألف نون رمان. مرة كمان معايا، راء ميم مد ألف نون رمان. كمان مرة معايا أصدقائي، راء ميم مد ألف نون رمان. هناخد بقى الراء سكون، دي كلمة ايه؟ برج برج، بو الباء عليها ضمة، بر الراء عليها سكون، برج ج حرف الجيم، باء عليها ضمة، راء عليها سكون، جيم برج، باء راء جيم برج، باء راء جيم برج. احذف الحروف المتشابهة لتكتشف الكلمة المفقودة. يلا معايا كده يا اصدقائي، المربع اللي قدامنا ده في ايه؟ في مجموعة حروف، الف راء حاء فاء ميم فاء لام الف وحاء. هو عايز يحذف الحروف المتشابهة. انا عندي الالف والالف، هحذف الالف والالف. هو بيلعب معايا على فكرة، بيقول لي فزورة، عندي الالف والالف يبقى احذف الالف والالف مع بعض، وهحذف كمان الحاء والحاء مع بعض، وهحذف كمان الفاء والفاء مع بعض. اتفضل لي ثلاث حروف، راء وميم ولام. يا ترى يا فلفل دي كلمة ايه؟ دي كلمة رمل. رمل هناخد الراء وناخد كمان حرف الميم وبعدين حرف اللام وهنكون كلمة ايه؟ رمل رمل. معنا سؤال جديد، حلل الى مقاطع الساكن مع اللي قبله، زي ما احنا عارفين الاغنية بتاعتنا قطع 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 كل جزء في مقطع الساكن مع اللي قبله. طيب انا دلوقتي الكلمة بتاعتي فيها حرف ساكن؟ اه طبعا، حرف الراء. دي كلمة ايه دي؟ برج برج. اديني وقفت على حرف الراء، هاخد الراء مع مين؟ مع اللي قبله حرف الباء، يبقى الباء والراء مع بعض، وجيم تقف لي ايه؟ لوحدها. بر جو بر جو. معايا يا اصدقائي هنا كلمة رمل. كلمة رمل الميم ساكنة، الميم حرف الساكن مش بيعرف يمشي لوحده، هيخبط على مين؟ هيجري بسرعة بسرعة وياخد حرف الراء في ايده عشان الساكن واللي قبله، وهيجروا يقعدوا هما الاتنين في مقطع واحد عشان الساكن واللي قبله، واللام هتبقى لوحدها. يلا بينا نشوف سؤالنا بيقول لنا ايه؟ كون كلمات، كون كلمات. شايفين الصورة دي صورة ايه؟ ريشة ريشة. طب تعالى نشوف الحروف بتاعتها، حاطين شين ياء راء تاء مربوطة. أول حرف معايا حرف الراء هنطلع بيه ري، مد بالياء ري ش شين تاء مربوطة، راء مد بالياء شين تاء مربوطة، ريشة ريشة. معانا كلمة كمان، كلمة حصان، والصورة اللي قدامي دي صورة حصان. تعالى معايا كده ولاد، حصان. هاخد معايا حرف الحاء، حصا صا صا صاد، وما تنساش سنة الصاد وانت بتكتب حرف الصاد، مد ألف نون، حصان حاء صاد، وما تنساش يا ولاد
سنة الصاد مد ألف نون. اقرأ ثم لاحظ صوت الحرف أول أم آخر وضع علامة صح. أنا دلوقتي عندي الصورة بتاعتي وجايب لي حرف والمفروض أن أنا هقول الكلمة أنا حافظها وعندي مربعين مربع في الأول ومربع في الآخر. دي صورة إيه دي؟ برج برج. طب حرف الجيم ده جه في أول الكلمة أم آخر الكلمة؟ برج ج آخر حرف أهو الجيم. أعمل علامة صح عند آخر مربع. معايا صورة فيل وعايز طالب مني حرف الفاء في المربع الأول ولا في المربع الثاني أو في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة؟ فيل فيل في أول الكلمة. ودي صورة رمان رمان عايز حرف النون. يا ترى أنا نطقته أول الكلمة ولا آخرها؟ رو. أنا أول حرف نطقته الرو. رمان ن ن آخر حرف عندي حرف النون يبقى أنا هعمل صح في المربع الأخير. هناخد مع بعض دلوقتي مقارنة الكائنات الحية. مقارنة الكائنات الحية. اكتب عدد الاذان والاقدام في المربع الصحيح. طبعا ربنا خلق لكل كائن حي اذن واقدام. تعالوا نشوف كده اول كائن معايا الحمار. الحمار تعالوا نشوف كده عنده كام اذن؟ واحد اثنين. يبقى عدد الاذان كام؟ اثنين. وعدد الارجل؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. يبقى عدد الاقدام؟ اربعة. يبقى عنده الاذان اثنين والاقدام اربعة. الغزالة. يلا نعد. الاذان واحد اثنين. الاقدام واحد اثنين ثلاثة اربعة. طبعا ده صورة ايه؟ نسر. والنسر دوت من الطيور. الطيور انا عارفة ان هي ليها كم قدم؟ اثنين. طيب يا ترى عنده اذن؟ ايوة النسر عنده اثنين. موجودين فين بقى؟ تحت الريش بتاعه. اذن صغيرة كده تحت الريش بتاعه بيغطيها ايه؟ ريش. يبقى كم اذن؟ اثنين. جنب عينه كده واحدة من هنا واحدة طبعا ايه من ناحية التانية. طب والارجل بتاعته؟ تعالوا كده نشوف كم قدم. واحد اثنين. واحد اثنين يبقى كم قدم؟ اثنين. الانسان. هنعده مع بعض. واحد اثنين. واحد اثنين. وجي معدنا مع قطار الشطار. يلا يا حلوين نحل الأسئلة بتاعتنا ونبعتها عشان نشوف مين الفايزين. اختر الحروف التي تكون الكلمة صاحبة الصورة ثم اكتبها. اختر الحروف التي تكون الكلمة صاحبة الصورة ثم اكتبها. انت عندك صورة وعندك مجموعة من الحروف. طبعا هتختار منها الحروف صاحبة الكلمة وفي الصورة التانية نفس الكلام ونبعتها. يلا بينا بسرعة في الظرف بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تمنياتنا بالتوفيق.